اسمك العزيزة؟ آسيا. معك آسيا من فاس. من فاس، مرحبا. بغيت مرحبا أختي نسولك، آسيا. الله يحن عليك، أنا ربحت في القرعة الأمريكية أمريكا، أنا خايل قلت مدريد ودوزت رعاس. كمل. ودوزت الانترفيو أها. وعطاوني إجراء إداري، ما عرفش علاش عطاوني ديك دي اس 55 35. وشنو ما قالوا، ما كيكتبوش دابا السبب علاش؟ فاش لا قالوا لك يعني يمكن اجراء اداري صنعوا عليك، قالوا لك صيفطوا لك واحد الورق، واحد السيمانه غتعمرها لي 55 35 100. يا اوكي، انا وتستاهل. نسولك اسئله، انا اوكي، نقدر نعرف شو السبب ديالك. انا نقول لك، شحال انا عمرك؟ عندك كيفاش؟ عندي 30. 30. مجوجه؟ نو، لا ما عندك ولاد؟ ما عمرك تزوجتي؟ طلقتي؟ ما والو. لا لا لا، عرفتي شنو يمكن السبب؟ كانت عندي واحد الكونترا ترافاي لفرنسا وما مشيش، حيت خرجت في ايامات كورونا. وما مشيتيش؟ لا ما مشيش في 2020. ما شوف شوف، هذا ما شوف، عندي والو. هذا ماشي دابا، نسيتي يجيب لك الله ان هذا هو العذر اللي خلاهم ما يعطوكش الفيزا ياك. يقتل؟ لا ما قالوليش لا مرفوضة، قالوا لي غنتسناي لا، تنعيطي. اسمعي اسمعي، اسيا ما رفضولكش اجراء اداري، ما كيعنيش انه رفض. اجراء اداري باش نشرحوا للناس اللي دافعين القرعه والسبت مزيان، اجراء اداري كيعني انهم غيتحققوا من واحد الوثيقه او غيتحققوا من الشخص نفسه. اجراء اداري ما كيعنيش الرفض، كيعني انه يقدروا يصنعوا عليك مثلا من بعد واحد الشهر ولا 3 سيمانات ولا 4 سيمانات ولا شهرين، يقولك اجي خد الباسبور ديالك، راه الفيزا كاينه، او غيقدروا يصنعوا عليك يقولك بغينا واحد الوثيقه او بغينا ندوزوا معك مقابله اخرى باش يتاكدوا من واحد المعلومه. بزاف الاسباب اللي كيطرحوا منها اجراء اداري، كانوا مؤخرا يعني ما عرفتش واش باقي هذا القانون، كانوا تقريبا شي 12 مدينه في المغرب اللي كيعطيهم اجراء اداري. كانت فاس، كانت تازه، كانت كرسيف، كانت وجده، كانت جهه كتامه ودوك المدن اللي تما، كان سميتو، كانوا شي مدن جهه كندا، جهه اكادير. تقريبا هاد المدن كاملين اي واحد ساكن تما واخا ما عندك حتى شي حاجه وكل شيء عندك نقي، كيعطوك اجراء اداري. من موراها بحال يسهلوا شويه الدعوه ولا الاجراء الاداري الناس اللي كيمشيو لتركيا. عمرك مشيتي لتركيا؟ لا 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 لا. عندك شي خالك ولا خوال عمام كل شي واحد من العائله مشى للحبس؟ لا، عندي خويا ولكن هذاك خويا كان صغير ومات. الله يرحمه. عند البكالوريا اللي خديتيها الترجمه، الوثائق الاخرين اللي ترجمتي، ترجميهم مزيان، ترجمو زعما ترجموهم مزيان، يعني راجعتي حرف بحرف؟ حرف بحرف مزيان، في بيرفكت مزيان. الاسئله، في الاسئله يسولك القنصل هضرتي معاه بالعربيه ولا بالانجلي؟ بالانجليش، حيت كانت تخاديكسيون، ولكن بحال دابا سولني فوقاش خديت الباك، قلت له 2011 فين غادا، نيويورك، شنو غديري، فهمتي؟ الا جاني صعيب كنقول بالعربيه، جاني سهل كنجاوب بالانجلي. اوكي، شنو الاسئله اللي سولوك؟ فوقاش خديت الباك، شنو كندير، حيت انا من 2015 كنت كندير غير سوايع، غير الدعم، كنكري ما حال، كيجيو عندي الناس بزاف، يعني ما كنخدم مع حتى واحد، كنخدم بوحدي، هي كانت صعبه، فهمتي؟ كان سالير زوين، دونك ما كنخدم لا شركه لا والو. لا مزيان، قالوا لي مزيان، ماشي شنو مشكل. كتقري الى مستويات، وقالوا لي عاوتاني فين غتمشي، شنو غديري تما، سولوك على شنو كتقري؟ علم من؟ فيزيك. شنو كتقري؟ شنو قلتي لهم؟ شنو الاجابه ديالك؟ فيزيك، داكشي اللي كنقري، الفيزيك والمات. اوكي، فاش عمرتي الدي اش؟ شكون اللي عمرها لك؟ بوحدي، ولكن عاوني واحد الاستاذ لونجلي. وفاش عمر لك سال لك الدي اس، كتب سميتو في الاخر ديال الدي اس، حيت في الاخر ديال كتب لي عمر لك؟ حيت تبعت واحد الفيديو ديالك كنتي دايره، عقلتي دايره واحد الفيديو في يوتيوب، في كنت حطيته وتبعت معاك ودرت بوحدي انا اللي عمرت الدي اس. اوكي، وبالنسبه للوثائق اللي جبتي لهم، جبتي لهم كاملين؟ ما قالوكش نسيتي شي ورقه؟ نو نو، انا دابا المشكله هي الناس اللي عرفتهم دايرين اجراء اداري، حتى واحد ما عطاو هاد دي اس 55 35. لا، دي اس 55 35 هذيك واحد الوثيقه، واحد الفورم اللي كيكونوا فيها سميتك ومعلوماتك، وتيكونوا شي اسئله اللي هما ما كاينينش في الدي اس، مثلا يعني على خوتي تركيا تيقولك شنو درتي، قلنا مثلا عطاوك اسئله على خوتك، قالوك مثلا خوتك اللي مشاو لتركيا فين جلسوا في الفندق، شحال جلسوا، فين مشاو، عطينا الرقم.
لا هذا كان كريم مثال، بيت اه واخا عطوني هيك هذا قبل كريم ما مثال نسمع يعني. شنو جات وهذيك لهم. الفورم تيكون فيه الاسئله، شنو الاسئله اللي جاوبتها لهم في ذيك الفورم؟ انا درت سميتي بنيتي واللوتري امريكان لوتري نوع الفيزا، قالوا لي اخوت كاملين ميتين الحين، تكتب لي سميتهم وفوقاش زادوا، صافي كتبت لهم داكشي كامل. عاودوا سولوني على واش انت عمرك خوتك خرجتي. متاكده ما كيتمشاوش مع شي وحدين باسلين مشاو للحبس، وحدين في شي خليه الله يستر ارهابيه ولا شي حاجه ما ما نقدرش نقول عندوش؟ لك، حيت عندي خويا واحد على برا، الدراري على برا، والبنات وحده مديره وحده بروفيسوره وحده فهمتي خدام يعني ما ترونكل كيفاش ما نقدرش نقول لك؟ الدراري. واش ما نقدرش نقول لك حيتاش كاينين شي معلومه شخصيه ولا لا لا حيتاش ما عارفاش؟ ما نقدرش نقول لك حيت ما عرفاش، حيت خوتي كبار انا صغيره في الدار، ما يمكن نتبارطاجيش معاهم مع ما كتمشي ولا نقدر نعرف، الله اعلم ما دون نو. اوكي يعني انت شخصيا ما كتقوليش مثلا ما كان بارطاجي نسيتي شي لتا معلومه حد. ولا شي الفيسبوك ديالك وداك الشيء كامل، ما كتبارطاجيش شي حاجه ديال الاجرام لا ولا شي لا حاجه غريبه؟ ترونكيل، لا 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 ما ترونكيل، تبعش مثلا باجات فيهم شويه ما العنف ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا لا انا اوكي كان عندي نوامر بزاف بصح، وحيت كنت كنهضر مع الناس بزاف على حساب الخدمة ديالي وصافي. اوكي ماشي مشكل. فوقاش دوزتي المقابله؟ فوقاش عطاوك الاجراء الاداري؟ نهار 13 وصلنا عليا الكونسول وقال لي انا صيفطت لك في الجيميل واحد داك الفورميل، حاولي تصوبيها دغيا، وصيفطت لهم نهار 16 وصيفطوا لي ايميل قال لي ثانكيو، مين نساليو الاجراء ديالنا نتصل بك. المهم اوكي. كنتسنى. وبالنسبه للورقه ديال ال 55 35 صيفطوها لك تم باش تعمريها ولا من بعد؟ لا لا ديك الساعة زعما غير خرجت بربع اوكي ساعة صافي. شنو هي شوف شنو غنقول لك، الفيزا ديالك ان شاء الله غادي تاخديها فهمتيني. إن شاء الله. ثانكس. شوف الفيزا غيعطيوها لك، حيت بزاف الناس انا في العام اللي كنت خديت فيه والعام اللي من بعدي والعام اللي قبل مني راه الناس كاين اللي تسنى، كاين اللي ما عنده حتى شي مشكل ما عنده حتى شي حاجه، كانوا غير نقص الفيزات ولا مثلا كانوا شي حاجه في البروسيس ديالهم اللي ما قدروش يقولوا يو ار ابروفد، سو بغاو يشوفوا يعني بغاو يتاكدوا من بعد غيصونيو عليك يعني شهر ماكسيموم 3 شهور هكايا ما غاديش لا يفوتوها ولا اقل. مشكلة، ما بقناش في خبرك، ما بقناش الوقت، بقالنا 40 داكشي يوم علاش نقول لك ما رسالة بقى يعني بقات ال 10 بقات ال 10 في 30 الشهر ان شاء الله كده. غادي يا انا تنقول لك يعني ان شاء الله ما بقالكش بزاف وراه غيغوتوك ان شاء الله وغيعطيك الفيزا ديالك، غير هو حاولي ما امكن يعني مثلا صيفط لهم ايميل من هنا واحد 3 سيمانات تعطلو ولا 2 سيمانات صيفط لهم ايميل قول لهم يعني فين وصلوا في البروسيس ديال سميتو ديالي، صيفطي للقنصل يا حيت القنصل عندهم حتى هما ايميل، صيفطي للقنصل يا ماشي لكنتاكي حيت كنتاكي سالات معاك صافي وي صيفطات الوثائق المعلومات ديالك للقنصليه الوغ دابا بينك وبين القنصليه. سو انا متاكد ان شاء الله غيعطيوك الفيزا، هذه ما عندك حتى شي حاجه اللي غادي ما يرفضوا عندي لك الفيزا؟ بروبليم، انا لا شخصيا ما عنديش عائله غير ما واحد السؤال اخر باش ما ننساش، هذا اللي درتي العنوان ديالو شنو كيدير في امريكا؟ هو بارب كيدير الحلاقه الحلاقه وكتعرفيه مزيان؟ هو يلو دو ماي سيستر اوف ماي سيستر برادر برادر يلو اوكي اوكي يعني شوف انا ان بالعربية شاء الله كنقولو ختي ولا مرات، ولكن نقول كتشوف كاين واحد الحاجة هو مدين بزاف، كيبقى يبارطاجي معايا الفيديوهات والصهاينة والتخربيق كنت بزاف، يا هذيك خفت ضروري هذيك شكي يعني تيكون هو. لا شوفي ما تخافي والو، انا كيف قلت لك يعني ما بقاش بزاف من هنا واحد 2 سيمانات كاع ماكسيموم صيفطي شي ميساج هكايا للقنصليه وما راه غيجاوبوك، وانا متاكد غير هو خليك ديما حدا التليفون ديالك وخليه ديما مشارجي راه غيصونيو عليك في اي لحظه وغيقولوا لك راه في الاراميكس ديالك، وفي نفس الوقت تبعي الحاله ديالك مع اراميكس. نتمنى لك التوفيق اختي، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا امين اسي الله يوفقك. انا كيف قلت لك شوف راه غتشدي الفيزا ديالك، راه بزاف اللي شدوا اجراء اداري في شهر 9 تقربوا لشهر 10 ما قالوا والو، غوتوا له من بعد 2 سيمانات 3 قبل ما يتسالى قالوا له هاك الفيزا ديالك، فما تخافش ان شاء الله غادي يكون خير. استاذه شكرا استاذه غادي نتلاقاو في امريكا ان شاء الله، غادي نتلاقاو في امريكا نكون ان شاء الله. مرحبا بك ان شاء الله ان شاء الله. لا ان شاء الله دابا تجي لعندي لان امريكا ما تخافي والو ان شاء الله. ما تخافي والو ان شاء الله دابا تجي لهنايا.